ما يفيد في قلبي دواء واذكر المظلوم يوم الوقاوي سقم قلبه والزعيمة ما ينلسى يا ابني غريب الغادرية وجذب سقم مسموم طاحة وما تبعطش والماي مهرم مزجية حرقة وخيامة وسلفة وحريمة وبنينة قال له يا ابويا بالعب البجاع عمرك قضيته وفدت الحزن جبدك وجدك ما نسيته وش حال قلبك لو على الغبرة رأيته الله يعين الشاغده واسمع ونينه أنا ما سمعت ونينه فقط أنا سمعت أضلاعه تتكسر تحت حوافر الحور كما تتكسر القوارب محتاجين يا سيد الرواية منك نبغى نبكي يا سيد وحشتنا كربلاء قال وقفت عمتي الحوراء زينب صاحت ايش قالت عمك زينب ما بين رجل مسلم يساوي احسان بيا يتشيم ويدفي الغريب الغادرية إسلام ما عدكم يا شيعة أسف يا ما فيكم موحد يقوم يسوي إحسان ينغضب غمة ويدفن المذبوح عطشان يدفن أولاده وأخواته وأهل سوية يدفن أولاده وأخواته وأهل سوية بالعجل نادى وش الفعل يا بن سعد هاللي فعلته خويا ذبحته وعزوته وميته حركته وجلست موتك وابو سكنه تركته جرد من ثيابه وفي قبره رميه جرد من ثيابه وفي قبره بن سعد لبوني دارا تقوم بالخيل والسجن بجارة بالخيل نص بعيون غير طفوح مانا فسبوخ رأس تغرب حوافر الأحواجية من الفرسان قامت ركبة الخيل قاست على صدر ربك حياة
حجر جابوني ردة ضلوع فصلت شلون تفصل انا وبراس ظلت البثارة ميه انا وبراس ظلت البثارة زينب تشوفه وللغري صدت تنادي الغاضي ابويا وشوف وش حالة اسناني كما سداس تخلي الاعالي راسه معلقينا براس السمهرية راسه معلقينا براس السمهرية وحسين يا خويا الربح والحرب بيت باجي شفته يا علي واسمع صوته يبجي ويضرب يا علي قطرة المية الباقر توفى شيعته شلت سريه الباقر توفى شيعته شلت سريه السري مات بالعطش وقت الضريه زينبتنا ما بقت حيا عشيره جسمك تشيله يا خلي صبغه المسيح جسمك تشيله يا خلي صبغه المسيح على ملة الإسلام تشيع كل ميت وشيله فوق الأعوان تشيع كل ميت وشيله فوق الأعوان جزاكم الله جزاكم يقول وعسى المحاك شيع في الغادرية جنازته بالأعوجية وديج الفراغ مسافرت بعد هدية بعد الخدر والصون من واحد من الأوان الكل حارس هالبيت لأن هالبيت يكتب على هذا البيت يعني قفله شنو؟ يقول ما تراقب الله يا الذي تحب الرجالية وتقول مرحمهم لجل الرمالية عتبي على السبع الذي في النجف غالية لو شافني بحسين ما يرضى احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب وجفتها ثجينا بعد هذا البسر تقرب كل المجالس جينا نمشي كربلاء وضيعين فان بغقالها
ما تدلنا الشريحة. كل واحد ترى يروح الشريعة ما عنده شيء. كل واحد يروح الشريعة للعباس ما عنده شيء. بس واحدة جت للعباس عندها شيء. تقول رقرق على القرعان. من وصلناكم يا ابو فضل ولا جيتوا تنزلونا؟ وهاي الرمز جبناها ومنكم نطلب العونه. وراس حزين سمحوني ترى مكسر اسنونه. طشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيونه. مسنا وأهل نظف وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله ما يجزي المنتصر.